السلام عليكم. اليوم نقف على المشروع تاع المستشفى العسكري تاع عين نعجة، وهذا المشروع تاع التوسعة للمستشفى العسكري اذا تاع عين نعجة، وهنا فيه اشغال تاع ماركه السيارات لهذا المستشفى باستعمال تقنيات حديثة وطريقة تاع التغليف هذه باستعمال لي بانو تاع السيراميك، هذو دي بانو سيراميك، يعني طريقة عصرية، وهذه المادة التي يتم استيرادها من ألمانيا لتغليف هذا المركن نتاع السيارات. إذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول هذه العملية نتاع إتمام هذا المركن سيارات في المستشفى العسكري نتاع عين نعجة، واللي عرف عملية نتاع توسعة كبيرة في الآونة الأخيرة. إذا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم. ديروا لي فيها.